العميد والنائب البرلماني السيد محمود محي الدين. سيادة النائب مساء الخير. مساء الخير يا احمد بيه، ازي حضرتك يا فندم؟ وبعدين يا سيادة النائب الميعاد مش عارفين نظبطه مع بعض، ايه الحل؟ معلش انا نائب دايرة ريفية اشمون، 1,300,000. لا ربنا يكون في عونك، دي اشمون دي دولة لوحدها. سيادة النائب انا دايما بحب اخد منك معلومات عن ما يجري او يحدث في سيناء، المرة دي يا رب كده ويا رب دايما. احنا بنتكلم بقى في التنمية والتعمير وليس في الحرب. شايف تنمية سينا المفروض يبدأ منين؟ تنمية سينا المفروض ان هي تبدأ من تنمية المجتمع المحلي، ولكن احنا خدنا خطوة استباقية في عملية اعداد وتجهيز المجتمع المحلي لتقبله للتنمية القادمة الى سيناء من خلال الدولة. تمام، اتفضل سيادة النائب. فحضرتك احنا المفترض ان احنا بنبدأ بتنمية الانسان وتنمية المجتمع المحلي وتأهيله لمباهج التنمية القادمة، ولكن اما وان الارهاب فرض وجوده فكان واجب على الدولة ان هي تتخذ القرار الصعب في ان هي تواجه الارهاب ولكن تتقدم في موضوع التنمية في سيناء. وده كان تصريح والتزام من السيد الرئيس في عام 2014 في خطاب موجه لابناء سيناء بان احنا هنبدأ بالتنمية ايضا في ظل مواجهتنا للإرهاب. طب سيادة النائب جغرافيا مدينة سلام الجديدة، يعني في البعض قال ان هي قريبة قوي من محور قناة السويس وان هي قد يعني تنقل الشمال سيناء غربا زيادة وان باقي الساحل وضعه هيبقى ايه. عايزين نطمن الناس ايه اللي هيحصل بالظبط في شمال سيناء وبعد كده نخش على الوسط بعد كده الجنوب. ده سؤال في منتهى الأهمية بشكر حضرتك عليه. فضل. منطقة سلام او مدينة سلام هي هتعمل حاجتين، هتفرغ لي التكتل السكاني اللي موجود في مدن القناة، هياخدني في الجانب الثاني في اتجاه منطقة شمال سيناء. الحاجة الثانية هقدر استفيد من توسعة اللي تمت في محور قناة السويس، وهبدأ استفيد من المنطقة الصناعية اللي هتنشأ في منطقة شرق التفريعة، وكمان المشروعات اللي بيتم الآن التعاقد عليها او تنسيقها مع الشركات العالمية، وده بيعتبر في ضمن خطة التنمية العامة للدولة. أما باقي الساحل في اتجاه مدينة رفح، احنا عندنا تعميق وتوسعة ميناء العريش، ودي نقطة مهمة جدا ان المواطنين ما يعرفوهاش، ان ميناء العريش البحري هيبقى ميناء كبير جدا وهيبقى ميناء عميق، وهذا الميناء هو اللي هيكون فتحة الخير على منطقة شمال سيناء، لان من هذا الميناء يا استاذ احمد هقدر انمي المنطقة الصناعية في منطقة وسط سيناء بصورة كبيرة جدا، وهقدر اتعامل معها باعتبارها من المناطق الواعدة في التنمية على مستوى العالم، وهبدأ اطرح فيها مشروعات شراكة دولية هي دي اللي هتعود عليا بالنفع في المنطقة دهية. هيبقى في تنمية للانسان وهيبقى في تنمية للمكان بما يعود بالنفع على المجمل الناتج العام للدولة المصرية. يعني قصدي يعني المهم النتيجة ان الساحل الشمالي لشمال سيناء كله بالكامل من اول غربة من قناة السويس وحتى رفح شرقا، كل ده داخل في خطة واحدة. داخل في خطة واحدة، وبأكد على حضرتك كمان ان مدينة عريش كان هناك افكار ما قبل 2010 في عملية اعادة تأهيل الساحل من منطقة الشيخ زويد حتى منطقة بئر العدل، اللي هي عملية تنمية الساحل الغرض منه ايه؟ ان انا عايز انقل وعايز اشوف حل في المباني العشوائية اللي موجودة على الساحل ورجعها في المنطقة غرب الاسفلت او جنوب الاسفلت اللي هو الطريق الساحلي، وابدأ اعمل منتجعات سياحية. وكان عندنا تجربة احدى القرى السياحية في منطقة الميدان، منطقة عالمية، منطقة كان بيجيها سياح من شتى بقاع العالم مع طيارات الشارتر بتاعتها. انا بتصور ان منطقة شمال سيناء الناس متخيلة ان هي منطقة كبيرة ومنطقة واسعة، لا هي مش منطقة كبيرة واسعة، بالعكس ده المشروعات المخططة يا استاذ احمد في هذه المنطقة مشروعات عديدة جدا وقد لا تستوعب الطاقات اللي الدولة موجهاها لهذه المنطقة. النقطة الاهم حضرتك هي عملية التوسع في زراعة الاعشاب الطبية وزراعة النباتات في منطقة شمال سيناء. ده موضوع في منتهى الاهمية، لان ده هيتزامن معايا مع عملية التنمية اللي بتتم الآن والمصانع اللي بتنشأ الآن في منطقة وسط سيناء اللي هي مصانع الرخام ومصانع البازلت والكلام ده كله. المنطقة وسط سيناء فندم عالميا معروف انها منطقة غنية جدا وبكر تعدينيا، الكلام ده مدى صحته ايه؟ ده الكلام ده صحيح 100%، احنا عندنا اجود انواع الرخام في العالم موجودة في منطقة وسط سيناء.
عندنا أكثر من 400 ألف فدان صالحة للزراعة في منطقة وسط سيناء. عندنا حضرتك مكان يستوعب مساقة المطر منطقة وادي الجرافي ومنطقة وادي العريش، حجم الأمطار اللي بتنزلها بيتجاوز حوالي 1 مليار متر مكعب في السنة. احنا داخلين على مباهج تنمية في هذه المنطقة اللي شهدت الإرهاب واللي شهدت هذا العنف غير المبرر تجاه السكان وتجاه الدولة المصرية من منظمات لا تأتمر بأمر أفرادها ولكن تؤمر من الخارج. احنا ان شاء الله ناويين نشيل الكابوس ده من على صدر الدولة المصرية ومن على صدر أبناء يا رب. سيادة النائب محمود محي الدين، الزيارة اللي جاية ان شاء الله نكون سوا زي جبل الحلال يا رب مع بعض برضو ان شاء الله. سيادة النائب ما تروحش من غيري. لا يا فندم، اشكرك سياده العميد محمود محي الدين نائب اشمون، وهو خدم سابقا في شمال سيناء، عشان كده يعني هو يعني مش عايز اقول متعاطف لان طبعا احنا كلنا مصريين، ولكن هو من الناس اللي حاسه باوجاع ابناء سيناء. هناخد سؤال.